اختتم نادي المصارف بطولة البادل الثانية والتي أقيمت على ملاعب نادي اليرموك بنجاح كبير وسط مشاركة واسعة من ألمع لاعبي البادل. النسخة الثانية شهدت تألقا جديدا لفريق بنك الكويت الوطني الذي توج بلقبها. إلى التفاصيل. بطولة شهدت مستوى فني عالي في لعبة البادل والتي تجمع ما بين التنس والاسكواش في أجواء تنافسية حماسية. قدم فيها نادي المصارف بطولة مثيرة وممتعة، لا سيما مع مشاركة لاعبي المنتخب من ممثلي المصارف. فبعد مواجهة قوية وصل للمباراة النهائية فريق بنك الكويت الوطني وبنك وربا. النهائي كان حاميا بأشواطه، تقدم الوطني أولا ثم عاد بعد ذلك فارضا التعادل لتستمر الندية والإثارة لساعات طويلة ويأتي الحسم عبر شوط ثالث فاصل. تمكن من خلاله فريق بنك الكويت الوطني من خطف اللقب والإطاحة بفريق بنك وربا. نبارك لبنك الكويت الوطني فوزه في المركز الأول وحظ أوفر للفريق الثاني الفائز بالمركز الثاني. أمانة شفنا أداء متميز من جميع الأفرقة ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. الحمد لله اليوم قدرنا نفوز كممثلين بنك الوطني بطولة المصارف، هذه ثاني نسخة حق بطولة المصارف والحمد لله توفقنا بأول نسخة خذينا البطولة والحين هم بعد ثاني نسخة. الصراحة البطولة وايد قوية، شفنا مستويات وايد حلوة من إخواننا في البنوك الثانية. كانت بطولة حلوة والصراحة يعني طولنا بالجيوم، وصلنا كل جيم حق تاي بريك والحمد لله. يعني مرة طافت طلعنا من دور الأول وهالمرة وصلنا للنهائي ولله الحمد. المستوى وايد عالي صراحة، في لاعبين منتخب مشاركين بالبطولة بس الحمد لله قدرنا نفوز وقدرنا نوصل النهائي ولله الحمد. نجاح تنظيمي وتنافسي كبير سجل باسم نادي المصارف والذي يملك لاعبين على مستوى عالي في لعبة البادل. حسمها بنك الوطني كان يعني مباراة جدية وقوة ويستاهلون الفوز، وبنك وربا للأمانة ما قصروا هم طلعوا بصورة حلوة لأن بنك ما شاء الله هم عندهم عناصر من المنتخب بعد. فنتمنى إن شاء الله البطولات الجاية التوفيق لكل الفرق إن شاء الله. أشكر النادي اتحاد المصارف على مجهودهم الجبار اللي قاعد يسوونه كل مرة ويذهلونا فيه. طبعا البنوك الكويت كلها كانت مشاركة هالمرة بعد أكثر من مرة اللي طافت. قاعد أشوف يعني في أغلبية البنوك لاعبين منتخب لاعبين نوادي قاعد يلعبون مع البنوك. لحظات التتويج جسدت الدعم اللامحدود من نادي المصارف للألعاب الرياضية والارتقاء بمستوى موظفي القطاع المصرفي. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.